هني بهالمكان هذا تقدر طيب بعد ما خلص من التكس اي اي بعد ما خلصنا من التكست هني تقدر تضيف اي صورة. اها اي هني من الكمبيوتر مالك احنا نبي ناخذ صورة من هذا موقع يعني من الموقع نجيب شيء من الموقع. اوكي كنترول سي طبعا تنسخ اللينك. ايوه اها كنترول في اوكي و كاي صورة يعني ما داعي تسوي من كمبيوترك شيء عادي تحط يعني من موقع او شيء كذي. اي اوكي انزين وهني الميديا تقدر تاخذ اي فيديو من اي مكان كمبيوترك من بعد الام بي 4 من كمبيوترك من اي موقع من هالمواقع هذه. ايه احنا نبي نختار فيديو من اليوتيوب طبعا احنا فتحنا هني فيديو اليوتيوب ناخذ اللينك كنترول سي انزين وهني كنترول في اوكي طبعا اختار لنا هو اليوتيوب. اوكي واقدر احدد اي وقت يعني ابدي فيه انا ما اعتقد مثل ما الموقع يقول اقدر انقي اي وقت فنقول الثانية 20 ونوقف على الثانية 22 زين لوب على ما اعتقد معناته مثل يعيد تكرير نفسه يصير مثل على نظام صورة جي اي اف اللي هو يكرر نفسه ما يوقف بس احنا ما نزود شيء خلينا نخلي اوتو بلاي اني اول ما اضيف على طول اول ما يدش على اول ما يدش على السلايد بروح يشتغل ما شغلانه هايد كنترولز يعني عشان لا يبين الكنترولز بالنص العرض انزين نضيفه طبعا نحركه الحين هنا ونجرب نطق بلاي اوكي لازم نبدل ستوب تايم يعني لازم نبدل ستوب تايم من هنا نخليه مدته اطول لان نخليه 10 ثواني زين نجرب اوكي بعد طبعا 10 ثواني راح يحول حق السلايد الثاني كان صارت 10 ثواني اوكي يعني مسألة توقيتية يعني انت لازم توقتها وتحط الوقت مالك بس خوش حركة يعني تخلي الفيديو يعني يبدي من نقطة معينة تخليه على هالصبر عشان يعني يشد الانتباه اي اوكي اوكي خلصنا الميديا هذه على ما اعتقد خلصنا نشيله من اللوحة زين الشيب طبعا هني في عندك اشكال يعني تقدر تختار اي شكل من الاشكال اللي موجودة هني ضايفينها البرنامج الايميز تقدر تختار هذه في شيء في شيء الفيديو ما لازم يكون موجود انا شايله اوكي البرنامج الظاهر فيه شيء بس خلينا نجرب الحين نسوي كذي انا ما اعتقد نقلش الفيديو بس يعني انا ما اعتقد نضيف شكل عشان الحركة واضحة بس لحظة اوكي انا ناطر القط واضح مرة ثانية بس اوكي كنا راح احسن اوكي الظاهر الموقع يعني في لحنة يعني في لازم تعديلات في جلتش يعني في جلتش بس تضيف الاشكال مع الهلو يعني يصير كذي احسن كشكل طبعا الكومنت لحين موجود يعني نشيله اوكي كذي يعني يصير احسن وعندكم هني الشارت شنو الشارت طريقة يعني مثلا تقدر تحط جدول هذي جدول بياني يعني اي يعني مثل اكسل ايوه وهذا على ما اعتقد معناته اني اقدر اجيب اكسل من نفسي اوكي يعني اقدر استخدم اكسل عن طريق الباوربوينت صدق احسن لان الباوربوينت تحتاج انك تجيب صوره من الاكسل مو تنقل الاكسل كله
ايه ف انك تقدر تنقل الاكسل بنفسه شكل وايد احسن. زين ايه والحين احنا خلاص نبي نسوي سيف حق ال حق الباوربوينت اللي احنا سويناه. طبعا تسيف هني بلاي طبعا تقدر تعرضه, عرضناه احنا كذا مرة. والشير تقدر تدزه حق اي مكان, تقدر تخليه عندك موجود بال الفيسبوك, تقدر تخليه يعني متواجد عندك, وهني تقدر تدزه حق اي احد. اي وانا ما تقدر تخليه برايفت لان لازم يكون بريميوم. لازم يكون بريميوم, وانا ما اعتقد يعني لما تكون بزنس معناته اكثر من شخص من الفريق مالك يقدرون يدشون ويسوون يعدلون فيه, فمثل يكون احسن كولابريت انك تدزه حق ايميل. ايميل شير تدزه حق فيسبوك حق جروب حق ايميل حق اي شيء, يعني تقدر طرشه حق ايميل الطلبه كلهم, الطلبه كلهم يقدرون يدشون على عين. نرجع مره ثانيه حق الصفحه الرئيسيه. اوكي شنو بالصفحه الرئيسيه؟ لا اوكي يعني الصفحه الرئيسيه يعني من الصفحه الرئيسيه نقدر نعدل ندش نعدل او ندش او ننقل او ننشر او تحذف او تحذف او تنسخ اللي سويته. يعني لو ندش بلاي راح يورينا طبعا اللي احنا سويناه. طبعا طريقه الدخول وايد حلوه حق هالبرنامج, هذه طريقه 3D. طبعا احنا حطينا 10 ثواني, الحمد لله ان الفيديو مو موجود. ايه اوكي خلينا سرعة, تقعد سرعة عن طريق انك تقلب الصوب, بعدين بعد ما تخلص تقعد تسوي الاشير. اوكي هذه الاوبشنز مالته, تقدر تسوي له برنت, تقدر تغير لغته, تقدر تسوي له شير, تقدر تسوي له داونلود على الكمبيوتر مالك, تقدر تسوي له نسخ, تقدر تعدل عليه, وتقدر تبدل اللغه. يعني تبدي المشكله شنو, تبدي في انجليزي بعدين تقلب عربي, ما تقدر تقلب عربي من البدايه الا لو كان لابتوبك او جهازك عربي يقدر يدخل عليه عربي. اوكي حاليا هذا خلصنا الصوب. اوكي طبعا احنا خلصنا, يعني راويتني الحين شلون دخلت شلون تصمم هذا, بس الحين نقول يعني نبي بشوف يعني ناتج الفاينل. يعني انا صويت وركبت على سلايدات واشتغلت تقريبا سويت تست سلايدات او اكثر, يعني ممكن تروين يعني مثال حق الناس اللي مسوين مثلا, يعني اذا تقدر تروينه. اوكي عندكم مثلا وايد امثله هني حق الناس الاكسبلور, الناس اللي مشتركه في البرنامج الايميز, في وايد شغلات يعني معروضه. هذا للناس اللي مسوينها بابليك. بابليك طبعا اغلبهم اتوقع عندهم البريميوم, مشتركين بالبريميوم. احنا بنوريكم هذا, طق على بلاي, راح يكون طبعا موجود بهالطريقه هذه. ما تقدر تكبرها, طق انت كبر. طريقتها طبعا 3D وايد حلو. طبعا هو على ما اعتقد مو حاطه اوتو بلاي عشان شي مو راضي ينتقل, فانت قاعد يلا. كنا قاعد يتعقد شوي. لا الانترنت شوي عندنا ضعيف. المفروض ينتقل 3D بطريقه وايد حلو, بس انه على طريقه النت اللي عندك, طريقة الإدخال الدراج وطريقة الانتقال من السلايد للسلايد. طبعا هذه سلايدات قاعد ينتقلهم من السلايد للسلايد, وهذول اللي ورا كلهم خلفيات يعني مو من السلايد. هذا الموقع يجيبك اياه صح؟ اي اوكي الموقع معطيك الثيم هذا. اوكي طق اسكيب اطلع. اوكي طبعا احنا خلصنا كذي, يعني في شيء بعد البرنامج؟ لا بس والله احنا شرحنا البرنامج كامل حاليا, وحاولنا احنا طبعا استخدمنا طريقة الحوار ان انا وشخص يتكلم يسألني واسأله, وطريقة الشرح ان حاولنا نبتكر طريقة جديدة على اساس ان نوصل للساعة, بس ان يعني البرنامج من كثر ما هو بسيط يعني صعب ان نفصل فيه لانه وايد بسيط. مثل ما قلت بالاول الفيديو
ان البرنامج من كثر ما هو بسيط يعني بسرعه تتعلم عليه، يعني ما يحتاج نفس الباوربوينت انه في تعقيدات وارقام صعبه. اذا تعقدت منه 8 سنين، اذا تعقدت منها 8 سنين، بس البرنامج وايد سهل يعني ما في اي صعوبه كلش. حاولنا طبعا نستخدم طريقه الحوار بس، وحاولنا نفصل فيه كل شيء، والحمد لله شرحنا البرنامج كامل، ما اسعفنا الوقت ومحتاجين وقت نتكلم فيه، لكن خلاص خلصنا البرنامج احنا الحمد لله. ويعطيك العافيه دكتور، وسامحنا على الوقت انه يعني خلصناه بوقت مبكر وايد، بس هذا اللي نقدر عليه والله. يعني حاولنا احنا نشرح البرنامج كامل بس على ما اعتقد يعني البرنامج يصير يعني في عنده خصائص اكثر اذا انت اشتركت، اذا اشتركت بالبريميوم. ويعطيك العافيه ومشكور، وسامحنا على قصور دكتور.